الألوان كان تم اختيارها بعناية، يعني الأزرق اخترنا الأزرق لأنه كان مقابل، المسجد كان مقابل للبحر، والعسلي يرمز إلى الصحراء الجزائرية، والباقي الألوان موجودة ومعروفة في السجاد التقليدي الجزائري. كل ما هو يميل للتراب يعني يعبر عن التقاليد، والألوان الفاتحة مثل الأزرق هي ألوان تعطي البهجة، ألوان ترمز إلى الطاقة الإيجابية.